ومعايا على الهاتف دلوقتي مينا صلاح شقيق الراحلة مارينا صلاح. مساء الخير يا أستاذ مينا، وتعازينا إلى عروس السماء مارينا. ربنا يخليك. طبعا يعني انا مش هقول لك قد ايه احنا متألمين وقد ايه احنا، يعني انا عارفه انه مهما قلنا لك احنا حاسين بيك وقد ايه طبعا غير ألمكم، لكن احنا متألمين الحقيقه ومصدومين، نكاد نكون يعني حاسين انها من اسرتنا وكل اسره مصريه حاسه ان مارينا هي بنتها الحقيقه. فأنا عايز أعرف تفاصيل تفيدنا الحقيقة في إن إحنا الناس والسادة المشاهدين اللي بيشوفونا لازم يبقوا عارفين تفاصيل الموضوع وعارفين حقيقة الأمر. فأنا عايز أعرف، أنا عرفت إنك اتقدمت ببلاغ للسيد النائب العام، أنا عايز أعرف البلاغ ده اتقال فيه إيه أو إيه تفاصيل الموضوع، لأن أنا ما أعرفش إنها يعني في بيان النائب العام إنها كانت في المستشفى اتسابت في ردهة المستشفى لما يزيد عن 5 ساعات، دي معلومة بالنسبة لي، فعايزة التفاصيل منك يا أستاذ مينا، اتفضل. هي مارينا ما عادتش في مستشفى العيون 5 ساعات. مارينا راحت مستشفى العيون تقريبا الساعة 1. طبعا احنا في الحالة ديت ما حدش طبعا بص في الساعة، احنا كله تقريبا، هي بصت يعني هم دخلوا المستشفى الساعة 1. وطلب منها انها تعمل الأشعة، كان معاها جوزها رامز، وداخلة واحدة يعني تكشف على عينيها حاجة عادية خالص. طلب منها أشعة فبتعملها، فرامز طلب من تقريبا مدير التمريض اسمه كامل، قال له احنا انا عاوز اخش مع مراتي بس اخد الحقنه بتاعت الصبغه. قال له لا ممنوع، ما مش هينفع تخش. قال له طب ليه؟ يعني انا اخش معاها يعني اطمنها وافضل اجيب حقنه؟ قال له لا، اما تيجي الدكتوره دينا اسالها. جت الدكتوره دينا فبيقول لها لو سمحت انا عاوز ابقى مع مراتي يعني بس تاخد الحقنه. فراحت رافضه، فراح كامل راح رد عليه قال له خليك شكرا. قال له ايه؟ معلش عشان الصوت مش واضح يا استاذ مينا، معلش. ردت الدكتوره دينا قالت له انا مش هينفع تخش. قال لها خلاص يعني خلاص ما دام مش هينفع خلاص. دخلت تاخد الحقنه، بعدها ب10 دقائق لقت كامل بيجري من الاوضه، رامز بقى كامل بيجري، فراح قال لها بيقول له انت بتجري ليه يا كامل، في حاجه؟ قال له لا مفيش حاجه. يعني قال له لا معلش. مين كامل يا استاذ مينا؟ نعم، مين كامل؟ كامل مدير التمريض. رئيس او مدير التمريض، اتفضل. رئيس التمريض، تمام. لما بعدها دقيقتين لقى مريضه خارجه من الاوضه وشها منفوخ وده منفوخ، بتقع في حضنه بتقول له الحقني يا رامز انا بموت. طبعا وراحت وقع، هو طبعا ما قدرش يستحمل، قعد يجري في المستشفى وبنطالب بتفريغ الكاميرات بتاعت مستشفى الوطني. معلش، هي كانت قالت له انا تعبانه الحقني، وبعدين حصل ايه؟ يعني ايه اللي بقيت الموضوع ايه؟ يعني حصل ايه؟ وقعت من طولها يا فندم على الارض، ابتدى يشيلوها. يعني تقريبا فقدت الوعي يا استاذ مينا؟ فقدت كل حاجه. ماتت يعني في وقتها؟ نعم، توفت وقتها؟ توقف في عضلة القلب في وقتها، في اللحظة دي وقتها. ايوه يا فندم، اول حاجة توقف في عضلة القلب، راحوا شايلينها ومدخلينها الأوضة الثانية حطوها على الترولي. كنت أنا جيت، أنا شفت أختي جثة، أنا شفت مارينا توأم ميت، ما حدش يقول لي إنها كانت عايشة في الوطن، أنا شايفها ميتة، إيديها اللي وقع من على الترول وعبارة عن جسم أبيض وتلج وثمان دكاترة حواليها وبيجروا عايزين نوديها مستشفى الكهرباء. جريت على مستشفى الكهرباء، شفتهم هم بينزلوها من عربية الإسعاف ميتة، شبه ميتة. أنا شفت أختي شبه ميتة، مش شفت تحريك فيه ولا رجل ولا مد ولا تنفس ولا أي حاجة. طلعوا بيها على الرعاية، طلعت وراها، دخلوني قالوا لي مش ينفع تخش. 5 دقايق وخرجوا، كان معاهم الدكتور اشرف مدير مستشفى الوطني. انا ما اعرفوش، طب الدكتور خارج بتاع الرعايه
فبيتكلم بقول له يا دكتور معلش يعني يعني انا مش فاهم حضرتك بتقوله، حضرتك بس قول لي يعني الحاله حلوه ولا سيئه؟ رد الدكتور اشرف يعني سوري في اللفظ كله يعني يعني بطريقه غير تليق بمدير مستشفى، يقول لي لا حالتك الحاله بتاعتها سيئه. ايوه سيئه. قلت له يا فندم انا ما بكلمكش انا بسال الدكتور. قال لي وانا اللي بكلمك بقول لك يا عم الحاله سيئه بنفس الطريقه كده. ايوه يعني هو عارف ان مارينا داخله وخرج بعدها بخمس دقائق قال لي الحاله سيئه، يعني الحاله ميته. قاعدين بقى كل شويه عايزين معلومه. طب شويه ما فيش تحسن، هي نفس الحاله من جد بنت قاعد جنبها لغايه ثاني يوم الساعه 11. طب معلش يا استاذ مينا، انتوا قعدتوا تقريبا قد ايه في مستشفى الكهرباء دي؟ قعدنا حضرتك من الساعه 3 تقريبا لحد يوم لحد ثاني يوم الساعه 12. انت مش بتقول حضرتك انها كان قال يعني هي توفت ازاي؟ قعدت يعني يعني اخبروكوا بايه؟ يعني انها عايشه وبيحاولوا يلاقوا لها حل او ينقذوها، ولا اخبروكوا انها توفت وكانت موجوده في المستشفى كل ده على انها متوفيه وانتوا عارفين؟ محدش قال لنا اي حاجه، كله عايز يشيل ايده، مش عايز يقول لك الحاله كويسه وهي مش كويسه. هو كلهم قالوا لي كده، وحتى الدكتور بتاع الرعايه قلت له طب طمني، قال لي مش قادر احط حاجه على مسؤوليتي. يعني هي ميتة. يعني دخلت شفتها، انا دخلت شفتها في الرعاية ميتة. بيقول لي احنا عامل لها تحاليل واشعاعات وبص وادي الجهاز. قلت له جهاز ايه؟ ما بتتحركش قدامي. الجهاز اللي انت بتقول لي عليه. انا ما شفتش مارينا صح. انا جيت لقيتها ميتة وطلعت ميتة. انا حقيقي شفتها كده. انا مارينا دي عايش معاها 30 سنة. ومش اللي عملوا معايا كده، اللي جاي من التلفزيون قال لي كده، عشان حقنا يعني حقنا دي اللي بيسموها ناس اللي مش عارف اسمها ايه ولا معرفش ايه اللي هو ايه. كانت شوية مية مية، كانت شوية مية شوية مية مية، عشان خاطر ايه؟ ليه؟ انا اللي فين؟ ملاك دخلت المستشفى رجليها خارجة بعيدة ليه؟ احنا عايزين نعرف ليه؟ ليه يعني اللي بتعمل عاملها في القلب؟ ولا دخلت لك كبد عامة؟ ولا دخلت تعمل أي حاجة اللي هي تؤدي إلى الموت؟ الواحد يقف جنبها يقعد يصلي يقول يا رب طلعها على خير، يا رب طلعها على خير، مفيش واحد راجل من نفسه داخل يكشف عليها، تطلع ميتة، تطلع ميتة إزاي؟ ده أنهي منطق؟ طيب ما سألتوش بقى يعني رغم انه انت قلت ان انتوا ما كنتوش عارفين هي توفت او ما توفتش، ما حدش قال لكم وما سالتوش هو حصل ايه لمارينا؟ ايه اللي حصل سواء في المستشفى هناك او لما اتنقلت؟ ما حدش بيقول لكم حاجه يعني ايه اللي حصل؟ ما حدش طمن قلبكم؟ ما حدش قال لكم مثلا؟ حدش طمن يا فندم. انا قاعد مع مارينا، انا استلمت يعني خدتها من يعني جيت لها مستشفى الوطني لحد ما قال البقاء لله لاختك، ما حدش طمنا بكلمه تريح قلبنا. طب قالوا لك البقاء لله امتى؟ الساعه 12 طلبوا حد درجه اولى منها. تاني يوم. والليل ده كله اللي كان يعني خلال الليل كله كان بيتقال ايه؟ ان هي جوه بيعملوا ايه؟ نعم. يعني الليل ده كله اللي هي كانت فيه بيتت فيه في المستشفى، سواء انها كانت حيه او عايشه او ميته، الليل ده كله اليوم ده كله كان ايه بيقولوا لكم ايه؟ يعني كانوا الاطباء بيدخلوا ويطلعوا يقولوا لكم ايه؟ ولا اي حاجه. هي نفس الحاله زي ما جات لنا، نفس الحاله زي ما جات لنا من المستشفى الوطني. الكلمه دي اتقالت لي كل مره كل ما اشوف الدكتور. اللي هي ايه بقى الحاله اللي جات لكم من اللي جات لهم؟ شبه ميته، توقف في عضله القلب وشبه ميته، مفيش اي تحسن يا فندم. طب معلش ده تقرير طبي طلع من مستشفى الكهرباء يا استاذ مينا؟ يا فندم ما نازل تقريبا على كل حته التقرير الطبي. لا انا بسال بس بقى عايزه اعرف، لان انت اللي كنت موجود في الحدث. التقرير بيتقال على التقرير مش على الحدث. لا التقرير يا أيوة استاذ مينا. تقرير الوفاه. تقرير الوفاه تقريبا مكتوب فيه توقف في عضلة القلب نتيجة حادث مش عارف خالص ايه، انا ما عرفتش التقرير بالظبط.
اه لكن لو حضرتك عايزاني اقراه لك انا ممكن اجيبه لك واقراه لك، انا ما عنديش مشكله، هو لا موجود لا تقريبا لا على لا الفيسبوك لا على كل حته. لا، انا عايزه اعرف الساده المشاهدين بس بالتفاصيل، وبس كنت عايزه اعرف هل بيتكتب في التقرير ده توقيت الوفاه؟ مفروض بيكون مكتوب فيه وقت الوفاه، الساعه كذا توفت نتيجه كذا، هل ده موجود؟ أنا مش لا مش موجود. لا، المفروض تعمل ده على فكرة، يعني أنا برضو بقولك وبنصحك إنه التفاصيل دي لازم تكون موجودة. طب تفاصيل البلاغ اللي عملته للسيد النائب العام، إيه تفاصيل البلاغ يا أستاذ مينا؟ تفاصيل البلاغ قلت فيه كل حضرتك اللي أنا قلته لك دلوقتي بالتفصيل كده. ورحت طلبت، أنا دخلت المستشفى برضه، في كلمة نسيتها، أنا دخلت المستشفى الوطني لما لقيت رامي الجزء ماشي بيكلم نفسه في طريق السويس، دخلت المستشفى على الاستقبال بقول لهم في حاله اسمها مريمه صلاح، قالوا لي دي خارجه كويسه من المستشفى مع جوزها. طيب قلت لهم خارجه كويسه. البلاغ الرسمي الاتهام كان موجه فيه لمين؟ قدمت البلاغ يعني اتهمت مين؟ ما انت لازم تتهم حد عشان نعرف يعني انك انت تاخد حقك. تمام. هاي استاذ مينا، انا ما سمعتش حضرتك، ممكن تقولي لي تاني؟ استاذ مينا بسال حضرتك، انا بسال حضرتك البلاغ الرسمي اللي بص احنا قدمته دلوقتي، معلش انا اسف، احنا بس بناخد عرض طوام يا اختي في القاعوم، ماما اغمى عليها طبعا. ربنا يصبرك يا استاذ مينا، وانا اطلت عليك، وانا عايزه طيب ابلغك حاجه، يعني انه احنا حقيقي نفس الشعور وعندنا نفس الألم، وأكيد بقول لك مش زيكم، لكن إحنا الحقيقة يعني في منتهى الحزن والأسى والألم، لأنه إحنا كل المصريين بيشعروا النهاردة إن مارينا هي أختهم وبنتهم، وإن شاء الله القانون هياخد مجراه، وإحنا عندنا قضاء عادل في مصر، وإن شاء الله بإذن الله تحصل العدالة. وبشكرك جدا أستاذ مينا صلاح.